il faut savoir qu'il y a eu une attente énorme de cette révolution, surtout une attente sociale, surtout les gens attendaient que leur vie change. Il y a des salafistes qui sont un peu des orthodoxes, qui ne posent aucun problème. C'est un courant de pensée qui peut exister, qui peut cohabiter avec la large majorité du Tunisien. Jusqu'au bout. المؤشرات تراجعت الأسباب اللي البلاد ماهيش محكومة معناتها عملنا البلاد ماهيش محكومة البلاد مسيبة هذا كله ما صارش الإصلاحات هذه ما صارتش للأسف احنا نقولوها وأنا بريسك فديت من الحكايات على الماضي هبتينا توا نحكيه في المستقبل لأنه هل تمشي هدايا زيد الماء زيد الدقيق ما هوش بشي حل مشكلة البلاد وهل السياسة التقشفية هي اللي خلات أنه اليوم نسبة النمو ضعيفة وضعيفة برشا هنا شفنا معدل الثلاثي الأول اليوم الرئيس يزم يكون مواكب العصر ورئيس جمهورية يزم يكون بخلاف كل ما هو الحفاظ على الدستور وإحنا ساهمنا في نحت الدستور هذايا والحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية وهذايا من الخصائص اللي عنا لازم يكون مواكب عصره وفاهم عصره لازم يكون ينتقل في كل أنحاء العالم من أجل الترويج إلى صورة تونس أنا أول قرار لازم يصير هو تركيز المحكمة الدستورية تركيز المحكمة الدستورية إيمانا أن هي تكون فران ليان فران رئيس الجمهورية وفران المجلس التشريعي وفران رئيس الحكومة نحبه ونحكمه وكان بغير رقابة فما حتى مرشح آخر عنده مساندة من أربع كتل نيابية حركة النهضة نفس الشيء بتعاملها معايا وبمعرفة الشخص ومغير من يوعدهم بحد شيء راو اللي الشخص هذايا بوطنيته وبكفاءته وبنزاهته يلزمه يكون في المشهد السياسي بتاع المترشحين لرئاسة الجمهورية